حياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه وحياة قلبي وأفراحه وهنا في إطار التحضير للمرحلة الرابعة لمسابقة الأولمبياد العلمي السوري وبهدف تكريم المشاركين المتميزين والمتأهلين للمشاركة بالأولمبياد على مستوى القطر، التقى أمين فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي الطلاب المشاركين بالمسابقة والمتأهلين للمرحلة الرابعة، وقدم لهم بطاقات التقدير والثناء كعربون شكر وامتنان على تميزهم وأبداعهم. هذه هي سوريا، بوركت جهودهم، بوركت جهود القائمين على هذا العمل. نحن سنثبت للعالم كما أثبتنا سابقا أننا أصحاب حق، أصحاب قضية، أصحاب إبداع، أننا سنرفع علم سوريا عاليا في كل الأماكن. نحن في هذا المجال نشكر كل القائمين على هذا العمل، نشكر جهود هؤلاء البراعم الزهور على تفوقهم، وإن شاء الله إلى الأمام. نحن الآن في إعداد بناء الإنسان، هذه التجربة الرائدة التي تقوم فيها فرع الشبيبة، انطلاقا كانوا في منظمة طلائع الباس والآن يتابعون عملهم في الشبيبة، هي إعادة بناء الإنسان الذي نتوخاه لإعادة بناء سوريا من جديد، سوريا التي تنهض كطائر الفينيق من الأعماق لتبني سوريا الحديثة. الطلاب المتأهلون والمشاركون أكدوا أن مسابقة الأولمبياد تجربة رائدة تعمل على تطوير معارفهم ومهاراتهم، مشيرين إلى أن مشاركتهم بالأولمبياد تأتي في إطار مساهمتهم في إعادة إعمار وبناء وطنهم سوريا. مشارك كنت بالفريق الوطني لمادة الرياضيات على مستوى 3 سنين بالأولمبياد. نحن هلأ بتكريم للطلاب اللي طالعين على مستوى القطر يقدموا الاختبار الأخير بالأولمبياد. هذا التفوق اللي نحن هلأ محققينه هذا منقدمه كشكر للجيش وللوطن ولحتى نبني وطننا ونرجع نعمره من أول وجديد. هذا التفوق وهذا التميز هو كتير تجربة رائعة وحلوة إنه نحن دخلنا بهذا الشيء، هذا كله لتدعيم الطلاب، وطبعا لولا تضحيات الجيش العربي السوري نحن ما كنا وصلنا لهون وما كنا وقفنا بهذا المكان وشاركنا على مستوى القطر. اللي احنا حبينا نعمل هذا التطور بالعلم ويكون سوريا الى هيك مراكز بالعلم. مثل ما عندنا الجيش هو ما يحارب الارهاب وهو كامل والعسكري على الجبهه وحامل البارود، ونحن بدنا نمسك القلم وبدنا نحارب معهم كمان. مشاركتنا بهالاولمبياد كمان سلسله علوم بدنا نتابع فيها وان شاء الله بنوصل لمراتب اعلى. وقد تاهل 78 طالبا وطالبه عن محافظه حمص من اصل 14,507 طلاب للمشاركة بالنهائيات العلمية الأولمبية، بعد أن أقيم لهم دورات تدريبية في جامعة البعث بإشراف دكاترة وأساتذة مختصين، وإنجاز كل ما يلزم للتحضير لمشاركتهم بتلك النهائيات بمواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم الصحية والمعلوماتية.